يعتبر تطوير القدرات اللوجستية المصرية واحدا من أكثر الملفات التي شهدت نجاحا كبيرا بالتزامن مع سعي مصر إلى أن تكون مركزا مهما للتجارة العالمية المزيد مع الزميل مصطفى ميزار أهلا بكم لم تغفل القيادة السياسية أي قطاع تنموي أو إنتاجي إلا وسعت إلى تطويره والعمل عليه ويعد تطوير القدرات اللوجستيه للدوله المصريه واحدا من اكثر الملفات التي شهدت نجاحا كبيرا خلال العقد الماضي وتفيد المؤشرات التنافسيه الدوليه والمتعلقه بالبنيه التحتيه بتقدم مصر 48 مركزا خلال الفتره من العام 2014 وحتى عام 2019 فقط. مصر تمتلك 18 ميناء تجاريا. ولديها 3000 كيلو متر شواطئ تعمل على استغلالها بصوره مثلى، وقد اعتمدت الحكومه خطه متكامله لتطوير تلك الموانئ، وبتكلفه اجماليه وصلت الى 129 مليار جنيه. من اهم الموانئ التي تم ويتم تطويرها ميناء جرجوب، ميناء العريش، ميناء الاسكندريه الكبير، ميناء دمياط، موانئ البحر الاحمر، ميناء بورسعيد وميناء السخنه. يمكن تلخيص التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية اللوجستية من خلال الآتي: تشييد الممرات اللوجستية والتي تخدم مختلف المشروعات القومية، إنشاء وتطوير شبكة من الطرق القومية وشبكة القطارات السريعة، تطوير الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء الموانئ البرية والجافة. فيما يخص الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الزراعية، تطوير طريق وادي النطرون العالمين بطول 135 كيلو متر وبتكلفة 192 مليون جنيه وذلك لخدمة مشروع مستقبل مصر الزراعي كذلك إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلو متر وبتكلفة 8 مليارات جنيه لخدمة مناطق الاستصلاح الزراعي بمحافظات الشرقية والجيزة والمنوفية كما تم تطوير طريق السويس الاسماعيليه او ما يسمى بطريق المعاهده بطول 80 كيلو وبتكلفه واحد ونصف مليار جنيه لخدمه مناطق الاستصلاح بغرب القناه. فيما يخص الممرات اللوجستيه التي تخدم المشروعات الصناعيه، تم انشاء القوس الشمالي. من الطريق الدائري الإقليمي بطول تسعين كيلومتر وبتكلفة ثمانية مليارات جنيه لخدمة المنطقة الصناعية في قويسنا وتطوير ورفع كفاءة طريق السويس العين السخنة بطول ستين كيلومتر وبتكلفة ثلاثة مليار جنيه لخدمة المناطق الصناعية بالعين السخنة تطوير وازدواج طريق السادس من أكتوبر الواحات البحرية بطول 283 كيلو متر وبتكلفة 2.2 مليار جنيه لخدمة المناطق الصناعية بالسادس من أكتوبر فيما يخص الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الخدمية تم إنشاء طريق شبرا بنها الحر بطول 40 كيلو متر وطريق الجلالة بطول 82 كيلو متر تطوير طريق الصعيد البحر الاحمر بطول 180 كيلو متر، تطوير وازدواج طريق سفاجه القصير مرسى علم بطول 200 كيلو متر وغيرها من الطرق. الدولة المصرية حرصت كذلك على وضع خطط كاملة لتشييد أكبر شبكة للسكك الحديدية في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي أطوال هذه الشبكة عند الانتهاء من تشييدها 1825 كيلو متر من السكك الحديدية كل تلك الجهود أصفرت عن إشادات دولية صدرت من كبريات المؤسسات الدولية حيث تقدمت مصر خمسة مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية في عام 2020 لتحتل بذلك الدولة المصرية المركز الثالث والعشرين مقارنة بالمركز الثامن والعشرين في عام 2019 كما قفزت مصر إلى المرتبة الثامنة والخمسين عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023 والصادر من البنك الدولي محققة بذلك نحو ثلاثة وواحد من عشر نقطة مقارنة بعام 2018 حيث احتلت مصر المرتبة السابعة والستين عالميا كذلك تقدم ميناء بورسعيد للمركز العاشر عالميا في مايو من العام 2023 وفقا لنتائج مؤشر اداء موانئ الحاويات من بين 348 ميناء حول العالم لا تزال الاراده المصريه عازمه على استكمال خططها القوميه الطموحه والتي بداتها منذ عام 2014 لتطوير كافه شبكات البنيه التحتيه في اطار استراتيجيه شامله تهدف الى تعزيز مكانه مصر الدوليه في قطاعي التجاره واللوجستيات على المستوى الدولي